على الرصيف الذي شكلت مقاهيه عصب الحياة السياسية والثقافية في لبنان لعقود طويلة، يجلس رواد شارع الحمراء. في زاوية كل مقهى يستقر تلفاز تشخص العيون إليه عند كل حدث وينسى وحيداً في غياب التطورات، فينصرف الموجودون عنه إلى لعب الطاولة وتدخين النرجيلة ونفخ هموم الحرب علها تنجلي. جو بالحمرة تقريبا يعني قلق على رواق، على عجقة، على يعني العالم متوتره شوي، بس يعني العالم شفتوا انتم هون متعوده متاقلمت، يعني العالم خلص تعودنا على هذا الظرف اللي نحن عايشين فيه، اكثر من هيك يعني شو بده يصير؟ عرفتي كيف الحركه عم تكون نسبيا متارجحه، يعني حسب كل يوم بيومه، يعني قطعوا مثلا يتغدوا حسب الصحن اليومي شو عم نتروق سوا نناقش، يعني عم نجرب قد ما فينا يكون هذا المحل فسحة هيك حرية وأمل للعالم اللي عن جد تعبت وهلكت وما عارفين شو بدها تعمل، وكل يوم عم بكون أسوأ من يوم والضربات عم تتق ما عم نعرف، فهيك تجمع نحكي مع بعض نتحدث مع بعض نفرغ فسحة هيك تفريغ على فسحة أمل بهالجنون اللي صاير حوالينا، يعني وين ما كان. هذا في المقاهي، أما في محيطها فقد تحول الشارع الذي لطالما عرف بضجيجه وزحمة السير فيه إلى حضن لمعاناة الكثير من النازحين من مختلف المناطق. الحمراء كلها من أول من زمان حاضن العالم كله، من المصريين من الكويتيين من العراقيين كله بيجي على الحمراء، وهلا نحن كوضع عم نستقبل اهليتنا وجماعتنا بالحمرة. جي على الحمرة انه كزدورة يعني، بس هلا 24 بالحمرة يعني. الوضع الراهن شكل فرصة للبعض لتأمين مورد رزق في فترة قلت فيها المداخيل فانتشرت البسطات. هلأ صرنا مثل ما انك شايفة، يعني مثل شبه دكان كيك وكذا للولاد وقهوة مروق على الأعصاب يعني، وسترس هادي هلأ طبيعة الشغل صار بتداولوا الزباين من السياحة يعني اللي كانوا ياخذوا المواد اللي أنا عندي إياها، هلأ لكيك للولاد بدك تراعي الشارع، في ضغط نحن هون عنا وفي أزمة إن شاء الله بنطلع منها. هذا هو شارع الحمراء إذن، فهل تشكل هذه الحرب فرصة ليستعيد الشارع جزءا من دوره الثقافي والسياسي الذي فقده في السنوات الأخيرة؟